الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين وبعد. فمما هو ملحوظ أن نفس الإنسان تصبر على المعاصي وتتحمل المشاقة من أجل المعاصي أكثر مما تتحمل المشاقة على الطاعات، وأن النفس ترغب لذلك، أي ترغب للحرام وترغب عن الطاعات. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما عاصر وعاش فتنة خلق القرآن في عصره، كان من يقول بخلق القرآن، فثبت ودافع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن القرآن منزل. فلما ثبت على قوله ومنهجه فحكم عليه أن يجلد. فلما كان في الطريق وأرادوا جلده، فإذا شخص يجذبه بثوبه فالتفت إليه فقال له: ألا تعرفوني؟ قال: لا. قال: أنا السراق اللص العطار المعروف. قال: فاثبت، اصبر على الطاعة، فإني قد جلدت وضربت 18,000 صوت بالتفاريق، وصبرت على ذلك من أجل الدنيا، وأنت على الحق فاصبر. فهذه نصيحة قدمها اللص للإمام أحمد بن حنبل الإمام الأعظم عالم الأمة. قال الإمام أحمد: فضربت 18 صوتا، أي جلدوه 18 صوتا ليتخلى عن قوله. قال: فخرج الخادم فقال: قد عفى عنك أمير المؤمنين، 18,000 بالمقابل 18 مرة صوتا. لذلك تجد الإنسان يتحمل الصبر على المعاصي، حتى أن رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن له من الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة بالهجرة إلى المدينة المنورة، فهاجر المسلمون، ورجل ما له رغبة في الهجرة لكنه أحب امرأة فأرادت الزواج بها، خطبتها والزواج بها، رغب بالزواج بها، فرفضت واشترطت عليه أن يهاجر مع المدينة، أن يهاجر إلى المدينة، فإذا هاجر إلى المدينة تتزوج به. فلما هاجر وصل المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة بقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، له أجر الهجرة، له أجر فقط الدنيا، نصيب الدنيا نصيب الزوج. فكان يسمى مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس. فالإنسان إذن يصبر على
المحبوب، المحبوب الدنيوي، وقد لا يصبر على المحبوب الديني، على المحبوب الأخروي. تجد الإنسان يبحث عن الحرام، يصبر، مشاق، يتعب، يسافر، ينقب عن الحرام تنقيبا حتى يحصل إليه ويجمعه. ولذلك تسمعون وتقرؤون عن الذين يبيعون في المخدرات ويشترون، فالمشاق يعرضون أنفسهم للمهالك، للخطر، ربما للقتل من أجل الحصول على المال الحرام مثلا. ولكن المال الحلال إذا قلت له قم بالأسباب بكر، يقول لك الأبواب كلها مصادة مغلقة، فيتواكل ويتقاعس عن طلب المال بالحلال. كذلك تجد الإنسان يسافر من أجل الحرام، من أجل المعاصي، مثلا أصحاب الأموال، فتجد يسافر إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى أماكن بعيدة، من يتحمل كل هذا من أجل المعاصي، شواطئ، فنادق كبيرة ضخمة. ولكن السفر إلى العمرة، إلى مكة المكرمة من أجل أداء العمرة، فنفسه لا ترغب في ذلك، قد لا يعتمر إلا مرة في العمر. أما السياحة في العالم فتجده ربما كل 13 14 يسيح في الأرض ويسافر. إذن النفس تحب الشهوات وتصبر على ذلك، أما المكاره فهي يعني تكرهها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. حفت النار بالشهوات يعني النار ما يحاط بها، كل ما يحاط بها الشهوات، الورود، الزهور، العطر، النساء، الخمر، مخدرات، غير ذلك. أما الجنة فحفت بالمكاره، قيام الليل، صيام النهار، قراءة القرآن، ذكر الله، كل ذلك من أجل الوصول إلى الراحة وهي الجنة، فمن صبر على ذلك. تجد الإنسان يصبر ويعمل ويوفر المال من أجل بناء المسكن، يوفر الأموال ويخطط ويهندس، فتجده ينفق الأموال في الضروريات ولكن يدخر المال من أجل السكن، فيخطط لذلك، يصبر على ذلك. كتلقى الإنسان خدام ولا موظف 40 سنة 50 سنة 60 سنة، هو يجمع يجمع يجمع، فيشتري بقعة أرض ويجمع لها يجمع لها فيبني السكن، ولكن لا يخطط بناء أو شراء السكن في الجنة، كيخططش، يخطط لشراء المسكن في الجنة. واش الجنة تشرى؟ نعم تشترى، إلا بغيت تشري الجنة تشريها، شري جنة، لأن الجنة لا تعطى هكذا، يعطيك الله مجان الجنة، أنت ما تصلي، ما تصوم، ما تزكي، ما تقرأ القرآن، ما تذكر الله، ما تتعب وتبغي الجنة، لا، الجنة خسى العمل، ودخول الجنة بما كنتم تعملون. والجنة تشترى، كل واحد على قدر الفلوس دياله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يشري لك يشري الله عز وجل منك نفسك، وانت شري منه الجنة، يبيع لك الجنة، يبيع لك الله عز وجل الجنة. فتجد الإنسان يفرط ويهمل هذا الأمر اللي هو مهم، هي الجنة. الصبر كذلك، تجد الإنسان يصبر على صحبة الأصدقاء، هذا ملاحظ، ملاحظات كنشوفوها في الواقع، يصبر على صحبة الأصدقاء
ولا يصبر على صحبة الوالدين. كتلقى الشاب الإنسان له صاحب صديق مدة من الزمن وهو معه، سافر معه، يجلس معه، يتقاسموا كل شيء، كل شيء يقاسموه بين فيما بينهم فيما بينهما، حتى إذا وقع خطأ من أحدهما فهذا يصبر على الآخر لأنه صاحبه. ولكن صحبة الوالدين قلما يستمر فيها الإنسان، تجد يغضب، يعق الوالدين، يحجر الوالدين. كذلك صحبة الزوجة، تجد الإنسان يصبر على صحبة الزوجة وما فيها من مشاق، من متاعب، من خلافات، من مشاكل، من كذا، ولا يصبر على صحبة الأم، كيصبرش على صحبة غير شوية يزعف يغضب على أمه. مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحق الناس بحسن صحبتي لما سأله الصحابي: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. حقوق ثلاث للصحبة: حسن الصحبة للأم، والحق الرابع لمن؟ للآب. وهذا لا يعني أننا نغضب على الوالد وما نعطيهوش الحقوق، لا، غير زيادة في الخدمة. الأم خصها زيادة في الخدمة، علاش؟ مقابل المشاق والصبر اللي صبرته في ثلاثة الحالات. الأم صبرت على ثلاث حالات، ما صبرش عليها الأب، صبروا على الحمل، صبروا على الولادة، صبروا على الرضاع. ثلاثة: الحمل والولادة والرضاع. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذن لها حقوق ثلاث. كذلك الصبر على الإنفاق في الحرام. كثير من الناس كتلقاهم أسخياء في الإنفاق في الحرام، هذا واقع. اللي كيتعطى التدخين، اللي كيكمي ذاك النوع ماربورو ولا ما نعرف أنواع نتاع دخان، ربما 40 درهم، 50 درهم في النهار، في النهار. وكاين اللي أكثر، يعني سخي في شراء الدخان، تدخين سيجارة، 40 درهم ولا 50 درهم، بالإضافة غض النظر عن اللي كيشريو الخمور وكذا، فسخي. ربما لو كان تطلب منه تقول له 10 دراهم في سبيل الله كل يوم يرفض، يرفض. فالناس في البوادي حتى في المدن كان ما يسمى بالشرط، 50 درهم في العام جيلو صعيبة، ولكن الدخان يشريه كل يوم 20 درهم، مسكين يشريه 20 درهم، يصبر على ذلك، يبحث بأي طريقة باش يشري الدخان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، إنسان ينفق في سبيل الله ما ينفقش على الحرام، لأن درهم واحد إلى انفقته على الحرام تحاسب عليه، المال ديالك كله إلى انفقته في سبيل الله لا تحاسب عليه، عندك الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وأد البنات ومنع النوهات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. درهم إذا أعطيته في الحرام فهو إضاعة، والعكس، درهم واحد إذا أنفقته في سبيل الله فهو بضاعة، بضاعة التجارة الرابحة مع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم إذن كيقولنا عندكم تنفقوا الأموال في الحرام. وسبحان الله، نفس الإنسان تجده سخي في إنفاق في الحرام، ولكن شحيح بخيل تجده بخيل في الإنفاق في الحلال، في المباح وفي الدين. الله عز وجل يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، شوف، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقها
وحتى في الإنسان تجده يبني يبني دار يبني القصر بالملايير، ولكن ما تقول له المسجد ابني واحد المسجد فتجد يصعب عليه الأمر يشق عليه الأمر، هناك باستطاعته أنه يبني 10 مساجد ولكن ما يقدر. الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. تجد الإنسان كذلك مما يصبر عليه، يصبر على حفظ الأغاني، يصبر على حفظ الأشعار، بعض المرات نسمع حتى الأشعار اللي هي مباحة، تجد الإنسان يذكر الأشعار بالمئات الأبيات، بالمئات الأبيات حفاظة، ولكن تقول له اقرأ شيء من القرآن الكريم أودي ما حافظ والو. الشعر ولا الغناء حافظه يبا الله يخليك، هذا شي حاجة. القرآن يقول لك لا، حتى النساء اللي كانوا بكري كانوا يغنوا في الأعراس وكذا تشد البندير وتذكر بعض الأغاني منين جابتها، حافظها وتتقنها وتكلمها، تقول لها شي حديث ولا شي صورة أودي ما حافظش ما قاريش، وعلاش الأغاني حافظها؟ فتجد الإنسان يتبع المسلسلات يتبع الأفلام يتبع كذا ويحفظ بالأسماء، وتقول له شي حاجة في الدين لا. فنفس الإنسان إذن تميل إلى الحرام إلى المحرمات إلى ما يغضب الله عز وجل، فكتبعد وتكره الحاجة اللي كترضي الله تبارك وتعالى، لأن الشيطان كيرغب فيها وكيزينها. الشيطان يزين الأعمال السوء والسيئة. كذلك توجد الإنسان، واحد مرة جاء عندي واحد كان يتكلم معايا قال لي خصني واحد المصحف الشريف، مصحف خصو المصحف، ولما شفت في اليد ديالو لقيت الهاتف ربما يفوت 1000 درهم. الهاتف أنا ما غاديش ندخله في الخصوصية واش شريته ولا أعطاه لك، ولكن على الأقل الهاتف عنده فيها 1000 درهم ربما يدير 1000 درهم ولا أكثر، والمصحف ب40 درهم 30 درهم صعوبة عليه أن يشري أن يشتري، صعب عليه يكون عنده في الدار. مثلا تلقى حتى الشباب ربما حتى اللي يصليوا فالألبسة يشري سروال جين يشري كذا 800 درهم 900 درهم 700 درهم الأحذية كذا، ولما يقول لك والله ما عندي جلابة، جلابة ما عنديش، العباية ما عنديش، وإلا عنده شي واحدة مقطعة ولا طالحة، السراول حافظ عليهم جين موضع، ولكن العباءات اللي يستر بها ويصلي بها يوم الجمعة ما عندهش. سبحان الله، لماذا نفس الإنسان هكذا؟ علاش علاش ما نحبوش كل ما له علاقة بالدين، ويسهل علينا كل ما له علاقة بالدين؟ علاش هو كل ما له علاقة بالدين صعب وشاق على النفس؟ لماذا إنسان يجلس في المقهى؟ لاحظوا هذه، فتلتقي بصاحبك يقول والله نتقهوى نمشيوا للمقهى، يجلس مع صاحبه ساعة ساعة ونص ويهضروا ويتكلموا كذا، فدير واحد التجربة قول له الله يجازك بخير الله نمشيوا للجامع، أو دي بلاتي يعني شان نبكروا ذلك، بقات 20 دقيقة بقات 20 دقيقة بقات 15 حتى يودن بلاتي علينا. فالأمر يسير للجلوس في المقهى لساعة وأكثر، ولكن الجلوس في المسجد شاق على النفس. تحدث الإنسان في الدين ما قال الله وقال الرسول، واجلس مع الناس حدثهم في الدين قال الله وقال الرسول أمور الدين كذا الفقهيات الأمور الحلال الحرام، فيقول لك بدل علينا الهضرة، هو صافي من الصباح نهضروا بزاف، هضر له في الأمور الدنيا فالنفس ترتاح، لذلك هضر له في المعقول النفس يشق عليها، اغتب له الناس النفس ترتاح، لذلك يقول لك استرسل زيد زيد، ابكي للقرآن حتى واحد ما تلقاه معك، اضحك كل الناس يجلسوا معك،
بكي الناس ربما يزهدوا فيك الناس، ضحك الناس يبغيوك الناس. سبحان الله، هكذا نفس الإنسان. لذا أمرنا أن نجاهد هذه النفس، خصنا نجاهدوا فيها. الإنسان يجاهد النفس، ما معنى يجاهد النفس؟ أي يقمعها فيكبح جناحها فيرغمها على الحق، يرغمها على الدين، يرغمها على الطاعات، يقول لها اصبري على تحمل المشاق في سبيل إرضاء الله. لأنك يا نفس إذا تعبت في الدنيا فسترتاحين في الآخرة. فعالم من علماء الأمة دخل السوق وأعجبه تفاح فساومه، قال للبائع للخضار كم هذا التفاح؟ فقال له مقدار كذا وكذا، فقال له أعطيك للكيلو كذا وكذا، فقال لا أستطيع. فذهب العالم فجاره رأى فجاءه قال ألا تعرف ذلك الشخص الذي ساوم التفاح؟ قال لا، قال إنه فلان العالم الفلاني. فذهب إليه مسرعا فقال يا سيدي خذه مجانا ولن أخذ منك فلسا وعيدا، والله ما أعرفك. قال لا يا سيدي، لا أردت أن أجرب نفسي فعرفت أن نفسي لا تساوي ولو تفاحة واحدة. فلا قيمة لهذه النفس، يجب أن أرغمها. هذه النفس التي تشتهي كل شيء، يجب أن أقاومها. فلذا العلماء لما بحثوا في القرآن الكريم فوجدوا النفس على أنواع. النفس في القرآن الكريم على أنواع، هناك النفس الأمارة بالسوء، وهناك النفس اللوامة، وهناك النفس الزكية، هناك النفس الدسية، هناك النفس المطمئنة، هناك النفس الراضية، هناك النفس المرضية، على سبعة أنواع. فالنفس إن أطلقتها رغبت في المعاصي، رغبت في الشهوات، رغبت في الشبهات، رغبت في الملذات. لكن إن قاومتها وأخذت بلجامها فطاوعتك، لأن النفس لا تطاوعها أنت، إذا طاوعتها أنت غلبتك وقهرتك وأخذت بك إلى الهوية إلى الهلاك. ولكن إذا طاوعتك بإرغامها نجت ونجوت بها، لأن أنت القائد. فكل بغلة يركبها الإنسان، فالنفس كل بغلة، إذا ركب الإنسان البغلة بلا لجام بلا زمام فتسقطه أرضا وقد تهلكه، ولكن إذا قادها بالزمام وباللجام فيتجه بها نحو الوجهة التي يريدها. وهكذا النفس. فانسأل الله عز وجل أن يجعل نفوسنا زكية